بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب الحادي عشر، كتاب الكسوف. والكسوف وكذلك الخسوف، الاثنان يطلقان بمعنى مترادف على الراجح، يعني ممكن تقول كسوف الشمس وخسوف الشمس، وممكن تقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولكن الراجح ان هما مترادفان. ممكن تقول كسفت الشمس وكسف القمر، ممكن تقول خسفت الشمس وخسف القمر، وربنا قال على القمر ايه؟ وخسف ايه؟ القمر. فنسب الخسف للقمر، وان كان بعض اهل اللغه قالوا ان الخسوف يكون خاصا بالشمس دون القمر، لكن نرد عليهم بالقران، ويبقى هي لفظان مترادفان الكسوف والخسوف، وهو ضعف ضوء الشمس والقمر اما بالكليه او بالجزئيه، بسبب بالنسبه للشمس ان القمر ياتي بين الشمس والارض فيحجب جزء من الشمس، ده سبب كسوف الشمس. القمر يأتي في مدار بين الشمس والأرض، فيكون في رؤي العين حاجب جزء من ايه؟ من قرص الشمس، اما جزئي او كلي. وكذلك اما بالنسبة للقمر فتكون الأرض هي التي بين الشمس والقمر، لأن القمر يستبد نوره من الشمس، فإذا جاءت الأرض بينه وبين الشمس حجبت عنه ضوء الشمس المنعكس عليه فينخسف ضوء. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصلي وقت الكسوف أو الخسوف صلاة، لأن الكسوف والخسوف علامة لقرب اختلال النظام السماء الدنيا، وهذا يحدث يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحالة تذكرة للإنسان أن يستعد ليوم القيامة، فسن لنا أن نصلي ركعتين. والشافعية عندهم لورود أحاديث أنه يسن له أن يخطب بعدها أيضا خطبتين، وإن كان المالكية والأحناف عندهم ركعتين دون خطبة عند المالكية والأحناف، لكن الشافعية قالوا هما ركعتان وبعدهما خطبتان يعظ فيها الناس لفعل النبي في الأحاديث الوالدة. واختلف أيضا في كيفية الركعتان أيهما أفضل. بالإجماع أي ركعتين كصلاة الصبح تجزئ عن صلاة الكسوف، ولكن الأفضل، الصورة الأفضل عند الشافعية والمالكية أن يركع في كل ركعة ركوعان وقيامان، يبقى ركعتان كل ركعة لها ركوعان وقيامان، وكل قيام له قراءة. وهل يسن في كل قيام أن يقرأ الفاتحة أم في القيام الأول فقط في كل ركعة؟ الشافعية قالوا في كل ركعة يقرأ الفاتحة ويتعوذ في كل ركعة الأفضل، والمالكية قالوا يكتفى بقراءة الفاتحة في القيام الأول والقيام الثاني يقرأ سورة، فإن قرأ الفاتحة في الثاني جائز، لكن كلها الخلاف في الأفضل. والأحناف يقولون ركعتان بغير ركوع زائد كركعتي الصبح سواء بسواء. وهل تكون سرية أم جهرية؟ الرجع عند الشافعية إذا كانت للشمس تكون سرية، وإذا كانت للقمر تكون جهرية. والإمام أحمد بن حنبل والأحناف وبعض المذاهب الأخرى قالوا أنها جهرية سواء كانت للشمس أو للقمر. يبقى الأمر واسع، يبقى أنت طالما الأمر كده واسع يبقى لا تلزم المسلمين بهيئة معينة، ولكن إيه؟ إذا أميت أنت الناس فأمهم على مذهبك ما يجراش حاجة،
لكن لا تلزم الناس بمذهب. يعني اذا كنت شافعيا ورايتهم يصلون كسوف الشمس ويجهرون، لا تقف في المسجد وتقول هذا خطأ، لأنه ليس بخطأ، لأن في مذاهب تجيزه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بهيئات كثيرة، وردت في هيئات كثيرة في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، وحتى صحيح مسلم هنقرأ هيئات كثيرة، أنه في بعض الهيئات أنه ركع أكثر من ركوعان في ركعة، يعني الركعة الواحدة ركع فيها أربع ركوعات بأربع قيامات، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع، وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأن يقرأ فاتحة وسورة ويركع، ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقرأ فاتحة وسورة ويركع، يعني يكسر أكثر من إيه؟ من ركوعين في ركعة واحدة. ورد السوى حتى أنه ركع أربع ركوعات في ركعة واحدة، لكن السورة التي اختارها الإمام الشافعي في مذهبه هي سورة ركوعان فقط وقيامان، لكن السنة أوسع من المذهب، السنة أوسع من، يعني الوارد في الأحاديث أوسع من اختيار المذاهب، كما أن الإمام أبو حنيفة اختار ركوع واحد وقيام واحد كسائر الصلاة، الإمام الشافعي اختار ركوعان وقيامان، لكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على أحوال كثيرة. إذا طال الكسوف طال الكسوف فيكثر الركوعات، لأن هي السنة أن هو يستغرق فترة الكسوف كلها في صلاة ثم يخطب بعد انجلاء الشمس، كويس؟ فإذا طال الكسوف أو الخسوف يبقى عنده فرصة أن يكثر من الركوعات والقيامات، واضح؟ وبالتالي يبقى النبي صلى الله على هيئات مختلفة، ولكن كل مذهب اختار هيئة معينة وقال هي الأفضل عندي، والسنة أوسع من المذاهب. ولذا إذا قرأت في الأحاديث وجدت هيئة من صلاة الكسوف غير الهيئة التي تراها في مذهبك فاعلم أن السنة أوسع من مذهبك. فالنبي فعل أو كما انه ورد في صلاه الجنازه مثلا، هنيجي بعد كده في صلاه الجنازه، ان النبي احيانا كان يكسر التكبيرات اكثر من اربع تكبيرات، وردت انه يعني يكبر ساعات ستة وساعات خمسة وساعات سبعة، لكن في النادر، لكن غالب الاحوال كان يكبر اربع تكبيرات بس، واضح؟ فلذلك تجد ان ما ورد في السنه اوسع من اختيار المذاهب. علماء المذاهب بيختار من ما ورد ما يراه هو الأفضل، لكن لا يضيق على الناس. وصلاة الكسوف تسن فيها الجماعة ويسن فيها وتجوز منفردا، والأفضل أن تكون في المسجد وليست في المصلى، بخلاف صلاة العيد مثلا وخلاف هل تصلى خارج المسجد أم لا، لكن صلاة الكسوف والخسوف تصلى في المسجد، فإن فاتتك صلاتها في المسجد لك أن تصليها في بيتك، وإن انجلت الشمس أو انجلى القمر فات وقتها ولا تقضى. فات وقتها ولا تقضى، لأن هي لها سبب مقارن، إن زال السبب زال وقت الصلاة ولا تقضى. باب صلاة الكسوف بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 26 بعد 100 والألفين، يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت خسفت وما قالتش كسفت، علشان نقول لبعض الناس اللي ما تقولش خسفت الشمس تقول كسفت الشمس، يبقى إن هو مترادفان، ده الراجح يعني. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام. يبقى هنا إيه؟ أثبتت ركوعين في ركعة وقيامين، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه
فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس، ادي الخطبة اللي استدل بها الشافعية ان ليها خطبة. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه. بعض العلماء قالوا لا، دي كانت خطبة وعظ وليست من ايه، من تابعة لل، ده كانت وعظية فقط، يعني كدرس كده، ربنا الرسول قال يعظ الناس وليست من العبادة ذاتها. لكن الكسوف انقضى بالركعتين خلاص، اما الخطبة دي فده كان وعظ، مجرد وعظ. الشافعية قالوا لا، ده جزء منها. واضح؟ فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ان الشمس والقمر من ايات الله وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، لان كانوا يشيعوا المنجمين واهل الابراج والافلاك قبل الاسلام ان الشمس والقمر تنخسف لموت عظيم او لولاده عظيم، وصادف ان الشمس خسفت في اليوم الذي مات فيه سيدنا ابراهيم ابن النبي، فخاف النبي ان يصدقوا هذا الزعم وان الشمس او القمر ينخسفان لموت عظيم، فقال هذه الخطبه بسبب هذا. وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما، يعني رايتم الكسوف او الخسوف للشمس والقمر، فكبروا وادعوا الله، كبروا يعني صلوا، وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يبقى تذكروا الله وتتصدقوا وتفعلوا اعمال الخير وتصلوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يعني لو تعلمون ما أعلم من خشية الله ومن هيبة الله ومن قهر الله ومن العذاب الذي أعده الله للعصاة، لإيه؟ لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وعن أبي قال الحديث الظاهر اللي احنا قريناه ده أثبت الثلاث ركوعات، ثلاث قيامات وثلاث ركعات في كل ركعه، مش كده برضو؟ يعني في الحديث اللي احنا قريناه اللي فات ده نقراه تاني عشان نشوف هي اثبتت كم ركوع في الركعه الواحده، هنقراه تاني. عن عائشه قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاطال القيام جدا، ادي اول قيام اهو، ثم ركع فاطال الركوع جدا، ثم رفع، ده القيام الثاني اهو، فاطال القيام جدا وهو دون القيام الاول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم إيه سجد، مش كده برضو؟ يبقى كده ركوعين وقيامين، خلاص يبقى كده مظبوط، يبقى دي الصورة اللي اختارها الإمام الشافعي. وعن أبي قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس إلى المسجد، يبقى صلاها في المسجد ولم يصليها خارج المسجد، فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد
ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، يعني ركوعين في كل ركعة يبقى 4 ركعات و4 سجدات، لأن كل ركعة سجدتين. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، يعني ربنا جل لنبيه كل شيء، جل له الجنة ومن فيها وما فيها، وجل له النار ومن فيها وما فيها من عذاب، فرأى كل شيء. رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، لأن لاحظوا في أثناء الصلاة تقدم ومد إيده، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، ولاحظوا كمان أنه هو تراجع لدرجة أن تراجع والصف اللي وراه تراجع لحد ما إقامته في إيه، في صفوف النساء تراجع. كل ده حصل أثناء الصلاة الطويلة دي، دل على جواز الحركة القليلة في الصلاة. الإمام الشافعي قالك ما تزيدش عن 3 حركات متتاليات، يعني ده رأي الإمام الشافعي. لكن الإمام مالك قالك قدر الحركة المبطلة للصلاة متروك للعرف، يعني ما نحددوش، متروك للعرف بس. حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المردي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، في رواية تكعكعت. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. ابن لحي ده أحد أهل مكة قبل بعثة النبي في أيام الجاهلية، هو أول من سن تسييب السوائب. يعني إيه تسييب السوائب؟ السوائب جمع سائبة، والسائبة إن هو يسيب ناقة تمشي في الصحراء كده تقربا إلى الله، لا ينتفع بها أحد لا بالركوب ولا بالأكل، إما تقربا إلى الله أو تقربا للإيه؟ للأصنام، فهم؟ هو أول من سيب السوائب. إحنا مثلا في الإسلام لما بتتقرب إلى الله تجيب الناقة دي تذبحها وتوزعها الفقراء، مش كده برضو؟ أو توقفها تحمل للناس بلا أجر مثلا، انما فيش حاجه اسمها تسيبها كده اهو تتقرب الى الله بشيء هو لم يشرعه، كانه عمل شرائع جديده، فهمت؟ قال ان كده ده بيرضي ربنا. طب انت عندك وحي تعرف ان الطريقه دي ترضي ربنا ولا ما ترضوش؟ فهمت ازاي؟ فشرع للناس بغير وحي، فهو اول من سيب السوائب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه كان في النار بسبب ذلك، وكان الله طوى له كل الزمان وكل الاماكن، وراء أهل النار وهم يتعذبون فيها، وأهل الجنة وهم يتنعمون فيها. كويس؟ وعشان كده شاف عمرو بن، بعض العلماء قال لك لا، يبقى عمرو بن لحي هو الآن بيعذب في النار الآن دلوقتي. فهمت ازاي؟ بدليل الحديث. لكن يبدو أن الله طوى له الزمان، فأعطاه الصورة في المستقبل تبقى إيه؟ واضح؟ وخد بالك أن كلما طوي المكان رأيت المستقبل. فهمت ازاي؟ كلما طوي المكان رأيت المستقبل. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بينك وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، لو تصورت نفسك بقيت عند الشمس، تصورت تصور عقلي كأنك انت تقدمت في الزمان، شفت بعد 8 دقائق قبل ما تحصل 8 دقائق في الارض انت شايف وانت في الشمس، فهمت؟ افرض في كوكب بيجي لنا ضوءه بعد 100 سنة ضوئية، وتصورت نفسك انت عند هذا الكوكب، يبقى كأنك انت تعايش اشياء يراها اهل الارض بعد 100 سنة. فهمت ازاي؟ وهكذا بقى كل حاجة بالطريقة دي. يبقى لما ربنا طوى المكان للنبي فما بقاش في مكان، فشاف الشمس والقمر خلاص، شاف جهنم النار وشاف الجنة كأنه شاف المستقبل خلاص، ما بقاش. فهمت المسألة ازاي؟ لأنه خد بالك ان المسافة بينك وبين السماء الدنيا 500 سنة ضوئية،
يعني لو انت لو واحد قاعد في السماء الدنيا متعايش باشياء انت هتعلمها في الارض بعد 500 سنه، يبقى هو سابقك ب 500 سنه، يعني هو في المستقبل بالنسبه لك. طب ولو كان في السماء الثانيه بينك وبينه سمك السماء 500 سنه، سمك السماء بقى يعني بعدها 500 وسمكها 500 سنه، وبعدين الفضاء بينها وبين السماء التي تليها 500 وسمك السماء اللي بعدها 500، يعني كأن اللي في السماء الثانيه زي سيدنا عيسى ابن مريم، ما هو عايش في السماء الثانيه هو بجسمه الارضي العادي حي. ده مذهب اهل السنه والجماعه، يعني كأن سيدنا عيسى دلوقتي يعني متعايش سابقنا ب 4000 سنه او ب 2000 سنه، 500 و500 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 يعني على الاقل ب 1500 سنه وهكذا. يبقى كلما طوي الزمان كلما رايت المستقبل. فهمت بقى المساله؟ نسبيه الزمان اللي هو قال عليها اينشتاين، نسبيه الزمان. فهمت المساله؟ وبالتالي لما يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يوري له الجنه والنار طوي له المكان، يبقى راى المستقبل. فهمت ازاي؟ فيبقى اهل النار فيها واهل الجنه فيها، خلاص انتهى. مش هقول لكم حاجات تانية احسن الخبطكم كده كفايه. هو لازم الواحد يعرف يفرمل امتى يفرمل، لان التفكير في هذه الطريقه يجعل الانسان يوصل لمقام الحيره، كان الانسان له مكانان. انت الان في الماضي، لكن انت الان في الماضي، انت مش في الحاضر، انت في الارض هنا في الماضي. لكن لو في الحاضر اهل الجنه في الجنه، وانت في الجنه اذا كنت من اهل الجنه، واهل النار في النار دلوقتي. بس دلوقتي بتاعت الارض غير دلوقتي بتاعت اهل النار. فهمت بقى المساله ولا اتلخبطت؟ مش هتتلخبط، اقعد فكر فيها كده هتلاقيها هي كده. فهمت؟ وبالتالي العلماء ما قدروش يفسروا الحديث ده. ازاي عمرو بن لحي الوقت القيامه ما قامتش وما اتنصبش الحساب، وازاي دلوقتي هو في النار؟ احنا مش مستنيين كلنا نموت وبعدين ينفخ في السور، وعلى حسب ترتيب الكلام اللي النبي قاله لنا الترتيب الزمني. طب ازاي هو بقى في النار دلوقتي وما حصلش ده كله؟ مو عشان يحصل ده كله هيحصل في الارض. فهمت؟ لكن النبي مش بيشوف الارض، ده بيشوف جهنم، وبالتالي بيشوف المستقبل. فهمت ازاي؟ ما قدروش يدركوا هذا المفسرين. محدش قال الكلام ده على فكره، الكلام ده كلام يسري من اليسريات. فهمت؟ لا تجدها. ليه بقى؟ لان احنا ادركنا هذا المعنى اللي هي نسبيه الزمان والمكان. هي ما كانش عندهم المفسرين زمان ايام الامام النووي وايام القاضي عياض اللي هم فسروا مثل هذه الكتب، واخد بالك، وكذا حتى ابن حجر، ما كانش عندهم حكايه نسبيه المكان والزمان دي، ما كانوش يدركوها. احنا ادركناها الان، احنا ادركنا. انا لما رحت ماليزيا مثلا تقدمت عليكم بست ساعات، يعني انا شفت المستقبل اللي انتوا هتشوفوه بعد ست ساعات انا عايشه. يعني الفجر هيدن عليكم هنا بعد ست ساعات وانا صليت الفجر هناك، يبقى انا سبقتكم ولا ما سبقتكوش؟ ده واحنا في الارض، فما بالك بقى لو خرجنا في نطاق السماوات تبقى ايه؟ فهمت بقى المساله؟ يبقى ايه؟ يبقى النبي لما راى جهنم راى حقيقه، وراى عمرو بن لحي حقيقي بيتعذب فيها. فهمتني ازاي؟ ليه؟ لانه اذا راى جهنم فقد طوي المكان، ولما يطوى المكان يرى المستقبل. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ما تفكرش كتير في الموضوع ده عشان ما تتحيرش. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، وعشان كده النبي يقول من مات فقد قامت قيامته. مش كده في الحديث كده؟ طب ما القيامة ازاي ما قامتش؟ لأن من مات خلاص خرج عن نطاق الزمن. بقت الروح عندها انطلاقة ترى كل الأكوان، حتى أنها تطالع الجنة. فهمت ازاي؟ فيبقى خلاص شاف كل حاجة، شاف كل حاجة. لكن موضوع بقى القيامة وكده على كوكبنا احنا لسه بدري عليها، لكن الروح مش مرتبطة بكوكب الأرض. الروح لما بتخرج من الجسد مش مرتبطة بمكان الأرض ده، وبالتالي بتنطلق فترى المستقبل. فهمت؟ أني معنى من مات فقد قامت قيامته.
ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب سيدنا رسول الله. بيقول ايه لما دخل الجنة؟ سمع ايه؟ سمع صوت مشية سيدنا بلال. سيدنا بلال قاعد في مكة. الله، ايه اللي وداه هناك الجنة؟ فهمت بقى؟ علشان كده اهل الجنة الان في الجنة يتنعموا، بس الان بتاعنا غير الان بتاعهم. بين الان بتاعنا والان بتاعهم ان الايه متقوب ونحاسب وتوزن الموازين. لكن لو اختصرنا هذا الان باختصار الاماكن والزمان لاخترقنا الحجب ورأينا. فالنبي لما خرقت لها حجب الزمان والمكان رأى كل شيء على ما هو عليه. فهمت كل حاجة ولا اوضح تاني؟ ده دخل قصر في الجنة، لقى واحدة من حور العين بتتوضى، فقالوا قصر مين ده؟ قالوا ده قصر عمر، يعني عمر جوه. فعلمت غيرتك يا عمر فلم ادخل. مش من الحديث كده في البخاري. فيقوم سيدنا عمر يبكي يقول عليك اغار يا رسول الله. يعني الحكايه كده. فانت ايه لما، وعشان كده الانسان لما بينام روحه بتخرج عن نطاق المكان والزمان، وبالتالي ممكن يرى القيامة قامت ونصبت الموازين، ويرى سيدنا آدم، ويرى سيدنا إبراهيم، ويرى سيدنا محمد بيكلمه وكل حاجة، لأن خلاص ما بقاش فيه. فهمت؟ فالنسبيات دي كلها موجودة، إحنا عايشينها على فكرة. يبقى إيه؟ ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة. جامعة هنا منصوبة على الحال، الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال. فهمت؟ يبقى مفيش إذان ولا إقامة، ملهاش إذان ولا إقامة صلاة الخسوف زي صلاة العيد كده، واخد بالك؟ فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا. يبقى صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة التراويح، كل دول ما لهمش اذان ولا اقامه. فهم؟ فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني ركوعان في كل ركعه، و4 سجدات، كل ركعه سجدتين كالمعتاد. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سمع ابن شهاب يخبر عن عروه عن عائشه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وعن أبي قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيدة بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا. شوف انكسفت ومرة تقول خسفت، يبقى ايه مترادفان. فهمت بقى المسألة؟ انكسفت الشمس، أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يعني طويلا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع 2 ركعتين في 3 ركعات. أو شفت بقى الرواية دي قالت 3 ركوعات ايه؟ يبقى الرواية اللي فاتت قالت ايه؟ ركوعين، هنا قالت 3 ركوعات. طب اختيار الامام الشافعي قال لك ركوعين كفايه، ده اختياره، لكن السنه اوسع من اختياره. و4 سجدات وقد تجلت الشمس، وكان اذا ركع قال الله اكبر ثم يركع، واذا رفع راسه قال سمع الله لمن حمده
فقام فحمد الله واثنى عليه، يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ويكررها، ثم يشرع في القراءة مرة أخرى. ثم قال: إن الشمس والقمر لا يكسفان، دي في الخطبة بقى، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. عشان عباد الكواكب الشمس والقمر يعرفوا إن الشمس والقمر مقهورة، فيقوموا يخافوا يعبدوا ربهم اللي خلق الشمس والقمر، فاهم؟ فده دليل قهر الله سبحانه وتعالى للكائنات التي عظمها من عظموا غير الله. هم افتكروا ان الشمس حاجه كبيره فسجدوا ليها، وان من غير الشمس مش هتبقى في حياه في الارض، ومش هتبقى حراره ولا ضوء، يبقى هي دي اللي بتعطينا الحياه، فعبدوها من دون الله. فربنا اراد ان يعمل عليها هذه الظواهر حتى يبين سبحانه وتعالى انها مقهوره، والله قاهر. فالمقهور احنا بنعبد اللي قهرها بقى واللي خلقها، مش نعبدها هي، فهمت بقى؟ ادي المساله. وعن ابي قال: حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عطاء بن ابي ربيعه عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات، يعني في كل ركعه ايه؟ 3 ركعات. وهيجي لك احاديث ثانيه كل ركعه 4 ركعات كمان، لسه هيجي لك، فهمت ازاي؟ يبقى زي ما قلت لك الكيفيه كانت يزيد الركوعات صلى الله عليه وسلم اذا طال الكسوف، يزود حتى يعني ينتهي من صلاته وقد ايه انكشف ما بالشمس او ما بالقمر. باب ذكر عذاب القبر في صلاه الكسوف. وعن ابي قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمره ان يهوديه اتت عائشه رضي الله عنها تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. يعني شحتة يهودية راحت لستنا إيه عائشة، قالت لها: لله عايزاك ستنا عائشة، ادت لها حاجة فدعت لها، يبقى يجوز التصدق على غير المسلم، واخد بقى؟ مش نيجي بقى إيه يقول لك: لا لا ده أصله كافر. طب ما هو كافر ربنا بيرزقه برضه، الله، ما هو بيأكله ويشربه، أكله وشربه عادي، فهمتني إزاي؟ يبقى يجوز الصرف على غير المسلم، لكن الصدقه دي ما تبقاش من الزكاه، تبقى مطلق صدقه تطوع، لكن فلوس الزكاه ما تروحش الا المسلم، فاهم؟ الزكاه اللي هي الصدقه الفريضه المفروضه اللي هي النسبه المعينه، لان دي حق الفقير المسلم في مال ايه الغني المسلم. لكن مطلق صدقه كده تطوع يجوز، اه ان شاء الله تديها لكلب حاجه، ان شاء الله تديها لقطه، لحيوان، مش مشكله، جمعيه الرفق بالحيوان اللي هي بتعالج الحمير ممكن تتصدق ليه، كل ده جائز بس من التطوع وليس من ايه؟ من زكاة الفريضة، فهمت بقى؟ مش الأول المسلم؟ الأول المسلم؟ الأولى اللي جاي لك الوقت. واحد جعان الوقت وخبط على بابك. هتقول الأول المسلم؟ وتسيبه ده جعان؟ أكل ده الأول، فهمتني بقى؟ فالأولى هو اللي جاي لك. فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. دعت لها دعوة عجيبة، ستنا عائشة استعجبت، إيه ده؟ هو في القبر عذاب؟ قلت لها: ربنا يعيذك من عذاب القبر. الست الفقيره ايه الغلبانه اليهوديه دي. قالت عائشه: فقلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ تساله بقى، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمره: فقالت عائشه: قال رسول صلى الله عليه وسلم: اذن بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس. فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور. أثبت أهو عذاب القبر، كأن النبي كان لم يوحى إليه قبل هذه السؤال أن القبر فيه عذاب، فلما صلى هذه الصلاة ربنا أوحى إليه بهذه إيه؟ بهذه الحقيقة، إن الناس تفتن في القبور، يعني تسأل وتعذب. فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال،
قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. الصلاة بقى معروف التعوذ اللي بيقوله النبي قبل التشهد، بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر. لدرجة ان الامام ابن حزم عنده من لم يتعوذ بهذا التعوذ قبل التسليم بطلت صلاته بمذهب ابن حزم. يعني التعوذ من اركان الصلاة عند ابن حزم، ليه؟ لانه يقال ان النبي لم يتركها، كان يواظب عليها على طول، فابن حزم الظاهري جعلها من اركان الصلاة عنده. وده يثبت عذاب القبر لمن ينكره من بعض ايه، من بعض المعتزلة ومن بعض ايه مبتدعة المسلمين اللي هم لا يقرأوا السنة. في بعض ايه المسلمين يقول لك ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر ومش عارف ايه، اصله ما جاش في القران، والحاجات الايه العجيبه اللي بتطلع كل يوم دي. مفكر اسلامي بقى، واحد قاعد يفكر كده مفكر اسلامي فطلع بفكره وعايز يضلل الناس. اكره لفظ عندي في هذا الزمان كلمه مفكر اسلامي. الاسلام واضح، هيفكر يعني هيروح ايه؟ احنا نقول فقيه، نقول عالم، نقول واعظ، نقول قارئ، نقول محدث. ان مفكر اسلامي دي كلمه بدعه ما نعرفهاش، المسلمين ما يعرفوهاش، دي كلمه بتاعت اليومين دول. مفكر اللي بيفكر، اخذ يفكر ويفكر، لازم يطلع لك بحاجه مخالفه للاجماع، مش كده برضه؟ فاتق الله من كلمه مفكر اسلامي دي، اوعى تبقى مفكر اسلامي. اجتهد في الاسلام في الفهم، لكن تقول لي ايه افكر؟ تفكر في حاجه تخالف الاجماع؟ والمفكرين المعتزله خالفوا الاجماع، والمفكرين بتوع اليومين دول انكروا الشفاعه وانكروا عذاب القبر، وبعضهم انكر السنه بالكليه. كل دول مش مفكرين؟ اوعى تفكر بالطريقه دي، تفكر لكي تفهم الدين، مش تفكر لكي تخالف الدين. فهمت؟ مره واحد كان بيقدمني في احد المساجد بيقول: الدكتور يسري مفكر اسلامي. قلت له: بئس النصيب. رحت خليت الحديث كله، ما كنتش لسه مش عارف اكلمه اقول له ايه، فخليت كل الحديث في حته مفكر اسلامي دي ومشاكلها واللي احنا بنعاني منها. فمفيش حاجه اسمها تقول لي مفكر، مفكر ايه؟ وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الاسناد بمثل حديث بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. ونقف على باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك.